والتطوير بالزبط. مع كل اللي انت بيحصل لك والانتقادات اللي بتسمعها تقريبا يوميا على النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ده يعني نجاح كبير جدا. دائما وده على مدار يعني تعاملي انا حتى كصحفي من بدايه الثمانينات يعني طبعا كنت ايامها عندي 3 سنين كده اكيد طبعا لا لا 3 يعني 81 82 كصحفي فخلال هذه الفتره والله مش كلام لا انشائي ولا مجامله لكن عاصرت كذا مجلس اداره حتى المجلس الاخير بقياده الكابتن محمود الخطيب كابتن صالح كابتن حسن حمدي كل واحد كذا دوره المهم يعني وبرده الحقيقه طبعا ايام فريق مرتجي كده على الاخر ما كنت بس ما كنتش بدات شغل يعني فعايز اقول انه ما كانش يعني في عاده عند مجالس اداره الاهلي انها ترد على حد خالص يعني نادرا لما حد ينتقد النادي الاهلي والنادي الاهلي يرد بيرد بايه في الملعب يعني انت مثلا انت بتهاجم في مجموعه من الناس اصحاب الغرض بيهاجموا النادي على انه ما بياخدش بطولات ماشي اخد بطولات صحيح ماشي الكبير بيرد في اللي انا عايز اقوله كمان بقى ليه الهجوم كان النادي الاهلي ده بقاله 20 سنه ما خدش بطوله يعني وده بيحصل بس مع النادي الاهلي انا بقول لحضرتك ده منطق غريب جدا صحيح يعني الكلام ده انا اقوله مع نادي ما حصلش مثلا على بطوله الدوري ولا بطوله افريقيا طوال هذه السنوات فاقول ده نادي مثلا فاشل لكن انه النادي الاهلي هو الاكثر فوزا بالدوري وبالكاس وببطوله افريقيا وتاهله لكاس العالم للانديه اكثر من مره والبرونزيه يعني والبرونزيه بتاعت كاس